تستمد القوى الفاعلة في المجتمعات قدرتها وإمكانياتها في إحداث التغيير والإصلاح المنشود والتقدم بمسارات كبيرة من خلال احتضانها للعقول والكفاءات العلمية والطاقات الشبابية، إذ لا تتقدم المجتمعات ولا تحقق إرادتها ولا تسمو بتطورها وسمو ارتفاعها إذا لم تكن قائمة على أسس صحيحة تجعلها تؤدي إلى نتيجة إيجابية ومحسنة إلى كافة دول العالم. استوديو الناس والتفاصيل. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج استوديو الناس، واللي راح نتكلم فيها عن موضوع جدا مهم وهو محاربة العقول والكفاءات العلمية والطاقات الشبابية في العراق اللي اعتبرها الكثير اليوم ما بين الإهمال والتهديد. طبعا في بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة للتعبير عن آرائكم ولنقل أصواتكم إلى الجهات المعنية. لما نتكلم عن هذا الموضوع وخاصة محاربة الكفاءات العلمية منذ زمن طويل يشهد العراق يعني هذه الحالة، لدرجة أنه الكثير من الأطباء والكفاءات العلمية بل حتى المهندسين خرجوا من العراق بحثا عن مكان آخر. لذلك أحبتي المشاهدين راح نشهد معاكم في هذا التقرير تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، ومن بعدها نرجع نتكلم عنه. لم يتوقف جوال الطبيب علي عن استلام رسائل التهديد والوعيد منذ أن أدخل تقنية طبية حديثة هي الأولى في العراق تستخدم في علاج الجهاز البولي بإمكانيات وطنية. تنوعت لغة التهديد بتشويه سمعته ومحاربته في رزقه من جهات مجهولة. يعني هذه التقنية هي ليزر متقدم يستخدم في علاج حصات الكلى والمثانة والحالب، بالإضافة إلى أورام المثانة والبروستات، يعتبر من أكثر الأجهزة المتقدمة بالعالم. اللي صار حقيقة بعد عمليتين خلال 48 أو 72 ساعة، يومين أو ثلاثة، تلقينا رسائل تهديد، رقم واتساب مجهول المصدر وخارج العراق، إنه يطالبنا بالتوقف عن العمل في المستشفى الفلاني وفي الجهاز الفلاني حتى نكون أكثر دقة، وإلا سوف نقوم بحملة تشهير وتسقيط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما يقول لك باللهجة العراقية ما حد يوصلك. تكلفة إجراء العملية بهذه التقنية أقل بخمسة أضعاف إجرائها في الخارج، حيث تصل تكاليفها خارج البلد إلى نحو 6000 دولار، ما جعل الطبيب هدفا في مرمى ضغوط من وصفهم بالمافيات الطبية وشركائها. يعني هذه العمليات نفسها خارج العراق تكلف 5000 6000 دولار. هو موضوع التهديد والابتزاز او اترك العمل، هو اكيد اكو ناس يعني خسرت وضرت بهالموضوع، اكيد المريض العراقي بدل ما يروح خارج العراق راح يلقى العلاج والخدمه هنا، فاكيد اكو ناس تعرف ضعاف النفوس هواي للاسف. يعني حقيقه احنا موضوعنا واصل مرحله تهديد الحياه، يعني تخيل انت يعني اللي راسلنا يقول لي يابا انت بفلان غرفه دخلت، واصل مرحله تفاصيل الجلسه بالمستشفى، فلان غرفه بها مثلا عمليات، فلان غرفه هي ردها. فاحنا نطالب يكون التحرك من قبل الامن الوطني، جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات العراقيه يكون على المستوى. ليست هي الحاله الوحيده في مجال الطب تتعرض لحرب ابتزاز، وخصوصا الجهود الفردية التي تحاول توظيف طاقاتها بما يخدم مصلحة المواطن ويوفر عليه تكاليف العلاج بمستشفيات الخارج، ما يتطلب حمايتهم وتسليط الضوء على شكل من أشكال الفساد الذي يرهق المرضى من شريحة الفقراء على وجه الخصوص. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. يعني التشهير والتسقيط والتهديد اللي يتعرض إلى الكثير من الأطباء اليوم أحبتي المشاهدين في العراق، وحتى بقية الكفاءات العلمية والخريجين والمهندسين وحتى العلماء، اليوم منذ زمن طويل شهد العراق هذه الحالة، والعديد من عندهم قتل، والعديد من عندهم أيضا البعض الآخر هاجروا خارج العراق وراحوا إلى دول أخرى حتى يبحثون عن مكان أفضل وحياة أفضل. احنا اليوم نقول دائما في العراق احنا بحاجة الى هذه الكفاءات، بحاجة الى حمايتهم، خاصة المبتكرين والمبدعين اللي يقدمون افكار جديدة واللي يقدمون مقترحات تناسب حياة الناس، مثل ما قدم الطبيب الان شاهدنا معاكم في التقرير هذه الفكرة الجديدة، وعلاج يقلل تكاليف يعني حتى السفر ويقلل حتى تكاليف العمليات، لكن تعرض الى تهديد
من قبل بعض الجهات غير معروفة ووصلت رسائل وإلى آخره. طيب إيش قد أكو مثل اليوم تمت محاربتهم بهذا الشكل، والبعض من عندهم تهددوا والبعض من عندهم حتى فقدوا حياتهم. إحنا اليوم في العراق حتى نقدر نحمي هذه الكفاءات علينا أنه لازم يكون عندنا قانون خاص يحميهم، ونعرف شلون نتعامل مع كل شخص يقوم بتهديد ويعني يستغل هذه الأوضاع. لذلك أحبتي المشاهدين، راح ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والكاتب الأستاذ أحمد المياحي اللي راح يحدثنا عن هذا الموضوع أكثر. بداية الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك في برنامج سود الناس. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني اليوم لما نتكلم عن حماية الأطباء والكفاءات العلمية بل حتى المهندسين وإلى آخره، اليوم إحنا في العراق للأسف نفتقد إلى قانون يحميهم. برأيك شنو هي الإجراءات القانونية اللي لازم تتخذ من قبل الجهات المعنية؟ مساء الخير، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. حقيقة الأمر يعني المواد الدستورية اللي تحديداً 14 و15 و16 يعني حددت أن تكون هناك يعني أولا تكافؤ فرص والجميع متساوون أمام القانون. ولكن نلاحظ أن حقيقة الكفاءات العراقية وهذا سبب رئيسي لهجرة الكفاءات العراقية أنه لا قيمة اعتبارية حقيقية لهذه الكفاءات، حيث يتعرض الطبيب يعني للابتزاز العشائري تارة، ويتعرض المهندس للابتزاز يعني أيضا من قبل الشركات او مدراء الشركات، وبالتالي يعني كثير من وحتى المحامين وحتى المدرسين ويعني كل الكفاءات تتعرض بسبب ضبابيه المشهد السياسي والقانوني والاجتماعي في البلد. يعني لا يفهم هل ان العراق يتجه باتجاه القانون يعني العشائري ام القانون المدني. هذا يعني اربك المشهد حقيقه، جعل الكفاءة تذهب للخارج يعني طلبا أولا للحماية، وثانيا لإيجاد فرصة عمل حقيقية تنمي قدراته وتنمي أفكاره وتجعل منه مبدعا عكس ما موجود هنا في العراق. عندما تكون مبدعا يتم محاربتك من قبل، إذا كنت موظفا أنت سوف تحارب من قبل مديرك لأنه يتخوف أن تكون أنت المدير القادم. وهذا هي أحد أهم مشاكل يعني العراق، وليس العراق فقط، أغلب الدول العربية تعاني من هذه الأزمة. نعم، لكن أستاذ أحمد إحنا اليوم بحاجة إلهم. إحنا العراق اليوم بعد الظروف اللي مر فيها بعد 2003 ووصولا إلى 2023 وهذه الأزمات، يعني هسه إحنا نريد نعدها معروفة، كل المواطن العراقي يعرفها، لكن إحنا اليوم بحاجة إلى هذه الكفاءات. حتى عندنا اليوم فنانين، عندنا رياضيين، عندنا يعني العديد من المواهب موجودة والطاقات الشبابية مهملة. طيب أنا اليوم ليش لما أشوف شخص يبدع في العراق أحاربه؟ ليش بدل ما أني أستغل موهبته أستغل أفكاره حتى أقدر من خلاله أخرج بواقع أفضل من الآن بي؟ يعني هاي النظريه الحقيقه يعني لا يصبح الواقع حقيقه. يعني في الغرب هناك نظريه، عندما تكون انت مبدع ياتي مديرك المباشر ويذهب الى الاداره العليا ويقول لهم هذا شخص اكثر مني ويستحق ان يكون هو في منصب القياده والاداره. احنا بالعكس، احنا هنا عندما يشاهد انك كفوءا وتمتلك القدره الاداريه والقدره الفنيه يذهب ليحفر حفره ويرميك بها. هذا جزء من منظومة اجتماعية، جزء من منظومة وظيفية، جزء من منظومة فكرية حقيقة تعايشت مع المجتمع وأصبحت حتى في داخل البيت الواحد عندما تكون مقرب من الأب سوف يحاربك الآخرين من أخوتك، وبالتالي هذه ثقافة أصبحت جزء من ثقافة الإنسان العراقي. وبالتالي القضية يعني أرجو أن لا تكون يعني بسيطة ومسطحة بشكل يعني كبير. المشكلة ليس فقط في إدارة الدولة، وإنما مشكلة موجودة في داخل المجتمع العراقي، وهذا يحتاج حقيقة أولا تشريع قوانين يعني تنظيم المجتمع وتنظيم الإدارة العامة وتنظيم أمور المواطنين، ومن ثم نذهب باتجاه حماية الكفاءات وتعزيز وتوفير البيئة الحاضنة الحقيقية التي تجعل منك آمنا ومطمئنا أنك عندما تقوم وعندما تقدم مشروعا أو بحثا علميا سوف يذهب باتجاه التنفيذ والمكافأة. أما حاليا حقيقة يذهب باتجاه المعاكس ويتم محاربتك وقد يتم فصلك من العمل إذا كنت بارعا ومتمكنا من
يعني مهاراتك التي تعمل. نعم. وادواتك. اذا استاذ احمد، القضيه اليوم قضيه انه اني اختار اشخاص حقيقيين، يعني المكان المناسب، الشخص المناسب بالمكان المناسب، حتى يقدر هذا الشخص يحقق صدق تنميه ويحقق يعني عمل حقيقي. اني اذا كان اكو عندي اشخاص ومسؤولين داخل المؤسسه ما يريدون المؤسسه تنجح، هذول راح ياثرون ايضا تاثير سلبي عليها. لذلك اول شيء لازم تكون هنالك اختيار اشخاص مناسبين، بالاضافه الى توعيه وثقافه الى كل مواطن والى كل شخص انه لازم احنا نستغل هذه المواهب، واحنا هذه مفتقديها في العراق. يعني سيدي الكريم، اذا يعني تسمح لي اتحدث معك بصراحه اكثر، نحن الان في هذه المرحله تحديدا نحتاج الى مبدا الازاحه الجيليه، بمعنى اكثر دقه نحن بحاجه ان نزيح كل يعني ارتدادات ما بعد التغيير حقيقه، وكل الادارات اللي بده تشوفها أمامك ويشوف المواطن ويشوف المراجع بالدوائر، هي أولاً إدارات مترهلة، ثانياً الأغلب الأهم يحاول أن يتمسك بهذا المنصب يعني تحت ضغطاً ودعماً حزبياً، وهذا سبب أن يكون هناك ضعف للكفاءة. وفتح الباب واسعاً وكبيراً أمام المتحزبين، ونشاهد وصل هذا الأمر حتى إلى اتحاد كرة القدم، وهذه حقيقة طامة كبرى يعاني منها العراق، لأنه لا توجد بيئة حاضنة لا للشباب ولا للكفاءات، وعندما يعني تحاول أن تسير بهذا الاتجاه عليك أن تتحزب، وإذا تحزبت يعني هو التحزب ليس عيبا وليس عارا، ولكن التحزب عندما يكون للوطن لا يكون للحزب يعني المشخصا للزعيم أو للقائد أو إلى آخر سميه ما شئت. هذه هي المشكلة، وبالتالي نشاهد إحنا الإدارات الخط الأول والخط الثاني والخط الثالث حتى الخط الرابع حقيقة متمسكون بمناصبهم خوفا من أن يأتي الكفوء ويزيحهم، وهذه يعني أصبحت جزء من هذه المنظومة. لذلك أنا أقول حتى يصبح العراق بلدا ناهضا قويا علينا أن نبدأ بالإزاحة الجيلية، وأقصد الإزاحة الجيلية كل ارتدادات ما بعد التغيير، ونأتي بكفاءات شابة. نعم قد يكون لا يمتلك الخبرة في الإدارة، يمكننا إرسالهم إلى دورات يعني في دول متقدمة. استاذ احمد، صار لنا سنوات المشكلة، احنا افتقدنا الى الكثير من الكفاءات العلمية، افتقدنا الى الكثير من الخبراء اليوم، افتقدنا الكثير من المختصين، هذه صار لها سنوات. يعني معقولة ما وصلنا الى حل طيلة السنوات الماضية؟ اليوم حتى حماية الاطباء والكفاءات اللي داخل العراق، احنا ما نقول فقط على اللي هاجروا، حتى اللي في داخل العراق ما لهم حماية. هسه اوكي جوز اكو لهم تشجيع، جوز اكو لهم يعني اكو اشخاص بعد الاخرين يحفزوهم، لكن حماية ما لهم حماية. اليوم شاهدنا الطبيب يتعرض إلى تهديدات بالرسائل وإلى آخره. طيب أكو اليوم أشخاص عندهم قدرة وعندهم سيطرة ونفوذ داخل البلد، يقدرون من خلالها مرتاحين ويقدرون يهددون أي شخص يزيحوه من مكانه. طيب وين الدور الحكومي اليوم؟ يعني سيد الكريم، إحنا عندنا مشكلتين حقيقة، يعني إحنا عندنا مشكلة السطوة العشائرية، وعندنا مشكلة السطوة يعني للسلاح المنفلت في الشارع، وبكل وضوح وبكل صراحة حتى لا نجامل يعني المستمعين والمشاهدين، هذه هي الحقيقة. نعم. أنت الآن عندما يكون هناك يعني عملية جراحية يقوم بها الطبيب حقيقة، يعني هو يتم توقيع ذوي المريض بأنه يجب أن يكون هناك علم أنه قد يتعرض الوفاة، وعندما تحدث الوفاة تأتيك العشائر والعرابة وكافة صنوف الأسلحة، والطبيب لا حول ولا قوة له، وبالتالي لا يرغب هذا الطبيب أن يقوم بإجراء هذه العملية ويتهرب منها خوفا من هذه يعني الارتدادات. نعم. هذا واقع حال، هذا جانب. الجانب الآخر، احنا قلنا يعني السلاح منفلت حقيقة، هذه مشكلة كبيرة، وبالإمكان أي شخص اليوم يحاول أن يذهب باتجاه خدمة عامة تتعارض مع يعني المصلحة لهذا الشخص المسؤول، سوف تذهب أو باتجاه أو تجد هناك من يحمل السلاح ليقاطعك ويمنعك من أن تخدم هذا الوطن. طيب أستاذ أحمد، برأيك اليوم إحنا حتى يعني نخرج من هذه الأزمة اللي صار لها سنوات عديدة لحد الآن ما يعني لقينا لها حلول، ربما الحلول موجودة لكن ماكو إرادة على تنفيذها. أنا اليوم أيضا أريد أحكي في نقطة أخرى،
اليوم اكو بعض الاشخاص خلينا نقول يعني اللي في بعض المؤسسات الحكوميه للاسف لما نشوف بعض المواهب يخرجون خارج العراق يظلون يتنمرون عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي الى تقليل من قيمه هذا الشخص امام الاخرين وامام المجتمع. طيب انا اليوم اذا انا ما عندي خلينا نقول توافق فكري مع بعض المبدعين، ليش انا اروح اتنمر عليه واسيء من واقلل من قيمته امام الاخرين؟ ليش هذا التعاملات اليوم اللي احنا موجوده عندنا؟ مو المفروض اكو متابعه واكو رقابه لكل موهوب، لكل فنان، لكل حتى شخص عنده كفاءه علميه وشهادات، ليش احنا لحد الان ما مهتمين بهم؟ هذا السؤال اللي يبقى يساله المواطن العراقي، وشنو الاجراءات اللي لازم تتخذ بحق كل شخص يتنمر عليهم؟ يعني احنا ليش ما نهتم بهم واضحه حقيقه، خوفا ان تاتي ان تاخذ مكاني، هذا مفهوم رقم واحد. زين. ما هي الاجراءات باعتقادي واسناد طبعا للمواد الدستوريه؟ نعم. يجب ان يكون هناك تشريع قانون لحمايه الكفاءات والمواهب من عده امور، اولا من الهجره، ثانيا من الابتزاز، ثالثا من يعني التهديد والقتل الى اخره، وبالتالي يعني البرلمان افضل ما انه يجلس جلسه ومكتب لنا النصاب ويذهب باتجاه انضمام العراق الى جزيره الواق وما اعرف وين، هاي يعني حقيقه اكو منظمات ما موجوده على الخريطه، وبالتالي تشوف البرلمان يناقشها ويناقش كل تفاصيلها، من تجي تقول له يابا تعال احنا عندنا مشكله اساسيه بالبلد، كان تكون مثلا حمايه الاسره، حمايه الطفل، حمايه الكفاءه، لا يهتم بهذا الموضوع ويعتبره جزء من الترف الاجتماعي، اذا نحن علينا ان نضغط ك يعني نخب سياسية وكنخب إعلامية نضغط باتجاه أن يكون هناك رأيا شعبيا ضاغطا بأن يكون هناك تشريعا قانونيا وتشريعا برلمانيا لحماية هذه الكفاءات من الهروب. طيب برأيك أستاذ أحمد إحنا عاجزين عن تشريع هذا القانون؟ حقيقة من ناحية الدستورية غير عاجزين، ولكن من ناحية ان الحزبيه ومن الناحيه الفكريه اعتقد عاجزين، لانه لا توجد اراده حقيقيه، لانه بعض الكتب والاحزاب وللاسف الشديد تعتبر هذا الموضوع جزء من الترف الاجتماعي، عكس الدول المتقدمه تعتبره جزء اساسي من مكونات المجتمع. نعم تمام. أنا خليني أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد المياحي الكاتب والمحلل السياسي على انضمامك ويانا في برنامج استوديو الناس. إذن أحبتي المشاهدين، طبعا احنا لما نتكلم عن هذا الموضوع وقلنا انه اكو بعض يعني خلينا نقول التقصير من بعض الجهات المعنيه لحمايه الكفاءات العلميه ولحمايه كل شخص عنده ابداع وعنده امكانيه انه ممكن يحسن من الواقع البلد، لكن احنا في 2023 ما زال العديد من الاطباء يتعرضون الى تهديد، والبعض الاخر يتعرض الى لربما حتى ابتزاز. طيب احنا لما نحكي عن جانب الطبي لازم اكو ايضا جوانب اخرى نهتم الها، عندنا هوايه خلل في بعض المؤسسات الاخرى، يعني عندك اليوم في قطاع ايضا التربيه عندك خلل، عندك ايضا على صعيد الهندسه، على صعيد الخبراء المختصين السياسيين والى اخره، في كل مكان حكومي تشوف اكو بيه خلل واكو بيه نواقص. طيب احنا ليش ما نعمل على تحسين هذه يعني النواقص الموجوده عندنا، بالاضافه الى انه نرجع كل شخص خرج خارج بلده، يا عمي هذا بلده، يعني معقوله هو ما يقدر يشتغل في بلده ويخدم بلده وهو عنده شهاده ودارس دارس بالعراق سابقا لكن ما إلى حمايه؟ طيب عندنا اتصال احبتي المشاهدين، حسين من الانبار. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله لاخوي حسين. الله استاذ الله يسلمك استاذ، انا عايز اقول لك كلام هذا قديم مو اليوم والبارح. نعم تفضل. هذا من سقط العراق جت رساله من الدوله العميقه. نعم. تقول العراق سنة وشيعة وكراد يتقسمون إلى ثلاث أقسام. زين. كوم بالسجن وكوم يهرب وكوم خدم عندهم. زين. هذه الرسالة موجودة برقية. أخي نعم. وهذا احنا ما خلوا لا مختار ما اشتلوا، لا دكتور ما اشتلوا، لا شيخ ما اشتلوا، لا ضابط كبير ما اشتلوا، وما حد يقدر يحكي. وانا استاذ انور الحمداني امانه لك توصلها. يوصل ان شاء الله اخوي العزيز، تفضل. استاذ انور الحمداني يريد من حلبوسي ومن خميس الخنجر. نعم. يريد من خطيه الجماعه يقولهم العفو العام. نعم. العفو العام ما ينقر اذا ما الدوله العميقه توافق عليه.
استاذ العزيز، يعني حضرتك لك وجهة نظر محترمة، لكن احنا اليوم بدنا نتكلم عن يعني احلام وعن مطالب الاف العديد من العائلات العراقية اللي يطالبون بالعفو العام. اكو ناس ابرياء تحت السجون اليوم موجودين ما معروف عنهم احكام، فاليوم كل عراقي غير يطالب بهذا الشيء، ليس فقط شخص مخصص او خلينا نقول جهة معينة. استاذ انا عندي 2 مسجونين، مو قلت لك انا عندي 2 مسجونين، واذا ما يجي من الاعلى الفوق لو من امريكا لو من الدوله العميقه يقول له انطي عفو عام ما يصير. طيب ولا طيب. يرهم هذا نهائيا استاذ انور، خطيه جاي يتعب والله ما كليله. هذا واجبنا اخوي العزيز، واجبنا ان شاء الله من خلال برنامج استود الناس يوصل صوتك. بس مو كيف لا حلبوسي ولا الخنجر خطيه ولا عبد الكريم عطار يقول له اقعد ومالك شغل بهذا الحكي. طيب طيب أشكرك جزيل الشكر أخوي العزيز على مشاركتك. عندنا اتصال آخر، أبو مصطفى من بغداد. ألو. ألو نعم أخوي أبو مصطفى. أنا عندي منافدة. اتفضل أخوي أبو مصطفى. تسمعني واضح أبو مصطفى؟ نعم. طيب اتفضل أخوي اتفضل، شنو هي مناشدتك؟ شلون؟ طيب طيب على ما يبدو اكو خلل في الاتصال احبتي المشاهدين. طيب ان شاء الله يعني فرصه اخرى تتيح الاخ ابو مصطفى حتى يوصل مناشدته. طبعا احبتي المشاهدين احنا بدنا نتكلم على موضوع جدا مهم اليوم. احنا لما نقول عن قانون العفو العام اكو فعلا بعض الجهات اللي ما تريد هذا القانون يقر هاي من تين من عدها، لكن احنا اليوم قادرين على تشريع هذا القانون. هو مو فد شيء مستحيل، احنا عندنا ناس ابرياء موجوده داخل السجون ويعرفوهم ايضا الجهات الحكوميه وموجوده ملفاتهم، لكن احنا لما نتكلم عن موضوع ايضا محاربه العقول والكفاءات العمية هذا ايضا موضوع لا مهم ولازم احنا يكون الى تشريع قانون حمايتهم. طبعا لكل متصل الى وجهه نظر، ومن خلال برنامج سودو الناس احنا ما علينا انه نسمع انه اراء الناس ونوصلها للجهات المعنيه. لذلك احبتي المشاهدين كل شخص يتصل هو يعبر عن وجهه نظره، ولهذا السبب دائما احنا نقول في كافه المؤسسات الحكوميه الموجوده احنا بحاجه الى اعاده النظر بالموظفين الموجودين بالمسؤولين الاداريين الموجودين. هل فعلا هذول الأشخاص عندهم يعني قدرة وعندهم إرادة على تحسين حال المؤسسة أو المكان اللي يعمل به؟ هل هو فعلا يريد الواقع يتغير لو لا؟ اليوم إحنا دنشوف أكو ما بين الموظفين، نشوف حسد لبعض الموظفين آخرين اللي يعملون، ولهذا هذا السبب ده يؤدي إلى نتائج سلبية وده يؤدي إلى المؤسسة إلى تراجع، وهذا التراجع موجود ودنشوفه هواية من المؤسسات اليوم وحتى الوزارات دنشوف بها خلل واضح. ولذلك على الجهات الحكومية متابعة والمراقبة المستمرة. يا بأني لهم اليوم حتى أخرج من هذا الواقع لازم أعرف شلون أعين الشخص المناسب بالمكان المناسب، إذا كان موظف، إذا كان مختص، إذا كان أستاذ جامعي، إذا كان حتى أستاذ في المدرسة والتربية. اليوم عندنا هواية من الأساتذة في قطاع التربية وللأسف ما مهتمين بجانب التربية وبجانب التعليم، كل اهتماماتهم هو فقط شلون يحصل مصلحته، ولهذا نشوفهم يخرجون أيضا إلى الدروس الخصوصية، وما نريد ندخل في هذا البحث الآخر، لكن احنا دا نتكلم عن أنه أكو هواية من الموظفين ومن المختصين الموجودين اللي للأسف يا أما صار له سنوات وتعب في شغله يحتاج إلى أنه نجيب دماء جديدة، نجيب يعني أشخاص خبراء مختصين يعملون بمكانهم، يروحون قدموا خدمة طويلة للبلد نشكرهم ومن بعدها يطلعون تقاعد، يجون بمكانهم أشخاص آخرين يشتغلون. مو أنا أحاربهم ولا أهددهم ولا لي والله ليش لأنه أنت هيك راح تضرني، وهذه الحالات موجودة. أنا في سبيل أنه حتى أستفيد لازم أضر الآخرين، وطبعا هذا المبدأ للأسف احنا موجود عندنا في العديد من القطاعات حتى القطاعات الخاصة والأهلية. نشوف شركة تحارب شركة، مسؤول يحارب مسؤول، موظف يحارب موظف. طيب ليش هذه المحاربة؟ ليش ما يصير عندنا يعني خلينا نقول توحد فكري، اتفاق دائم على انه احنا شلون نخرج الى وضعية افضل، الى حال افضل؟ دنشوف حالنا ودنشوف مجتمعنا يفتقر الى العديد من الخدمات الصحية والخدمات الطبية، هذا ناهيك ايضا عن الخدمات الاخرى. احنا اذا تروح على جانب الرياضة وإلى جانب الفن وحتى على بقية الجوانب الأخرى تشوف بها نواقص، وللأسف ما عندنا إمكانية على تحسينها. يقول لك ما عندنا إمكانية على تحسينها، هذا هو السبب.
طيب احنا اذا نحتاج نحسن من الواقع، هل يحتاج انه في كل مكان لازم يعني يصير له ميزانيه مخصصه له؟ لا، اكو حلول اخرى، اكو ممكن الخبراء والمختصين وحتى المستشارين، ما معقوله ما عاجزين عن وجود حلول، لكن احنا شو نقول؟ نقول لو كانت اكو اراده فعليه حقيقيه موجوده على ارض الواقع كان كل هذا الحال تغير. ولهذا دائما احنا نقول انه لازم نبحث عن الحلول وما نظل ننتظر، ما نظل ننتظر شو وقت يجيني مثلا القرار الاداري، شو وقت يجيني التغيير، لا، انت يا مسؤول اذا عندك خلل في المؤسسه ودشوفه اقدم كتب واقدم مراجعه، يا باني ما دا اقدر على هذه الوظيفه، يا اما شوفون واحد بمكاني، يا اما تحلون الوضع الان بي، حتى نقدر من خلال هذه يعني خلينا نقول الشكاوي اللي تحصل من قبل المسؤولين نقدر من خلال نحسن الواقع. لكن اذا كان مسؤول الاداري او اذا كان المسؤول حتى على بعض المؤسسات والاماكن الخاصه للعمل نشوفه هو راضي بهاي الوضعيه، اذا هذا شو راح يصير عندنا تغيير؟ ننتظر المواطن يروح ويكتشفه ويناشد؟ لا، اذا هنا احنا ايضا نفتقر الى عدم وجود متابعه في 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 بعض المؤسسات اللي نحتاجها. ودائما نقول انه الكفاءات العلميه اهم شيء في البلد. انت شلون تحسن الواقع العلمي بالعراق والثقافي اذا ما عندك كفاءه؟ هسه خلي تصير مناسبه او خلي تصير اي يعني اي اعمال جديده او خلي تجي شركه جديده، ليش دائما نعتمد على نجيب يعني كفاءات من خارج العراق؟ زين احنا شنو اللي نحتاجه حتى يعني احنا ما نوصل كفاءاتنا، ما نجيب كفاءاتنا وخبراتنا نخليها داخل البلد يعملون؟ ما احنا اليوم عندك روح الى شركات الاعمار وشوف العراقي اللي عنده شهاده يشتغل عامل، وشوف يعني صاحب خبره جايبيه من الخارج مفضليه على ابن البلد. طيب هذا لو استغليته واعطيته فرصه راح يقدم لك افكار، وحتى ما راح يعني خلينا نقول يخسرك هواي. انت تروح وتتعاقد وتجيب شركه تتعاقد معاها، ومن بعدها والله ننتظر الموافقه تيجي من البرلمان وهناك ويروح المشروع يتوقف، وايضا في نفس الوقت تبقى الاضرار نفسها طيله هذه السنوات. عندنا مشاريع متوقفه بسبب التعاقدات وبسبب انه اكو بعض الشركات رفضت العمل او الغت الفكره وقالت خلاص احنا بطلنا نجي للعراق. زين شنو ذنب المشروع؟ شنو ذنب الاموال اللي صرفت بحقه؟ وين راحت هذه الاموال؟ زين تجي على بقية الجوانب الأخرى، حتى في الجانب الرياضي عندنا جد عندنا خبرات وكفاءات، احنا دائما معتمدين على الكفاءات الأجنبية. ليش؟ انه ما عندنا تنمية حقيقية للقدرات وللمواهب. ولهذا احنا نقول لازم هنالك برامج حكومية تضع في كل سنة لمتابعة المواهب والكفاءات والقدرات الخاصة، بل حتى القدرات الاستثمارية. اليوم احنا عندنا في الكليات ما شاء الله خريجين، هسه احنا ما نقول انه اكو بعض من عندهم دا يدخل الى الكليات ودا ياخذ شهاده ولربما هو ما يفهم شيء، هذا من تيم منه موجوده في كل مكان، لكن احنا ما نقدر نجزم ونقول انه العراق ما عنده كفاءات ما بعد 2003، بالعكس كثرت عندنا الكفاءات لكن الاهتمام قل. لذلك احبتي المشاهدين، موضوع حلقتنا وهو محاربة العقول والكفاءات العلمية طبعا موضوع طويل، وما زلنا نستمر في الاستماع إلى مشاكلكم ومناشداتكم من خلال برنامج السود والناس، لكن خلونا نروح إلى فاصل وبعدها نرجع لكم. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا من برنامج سود الناس لنقل أصواتكم إلى الجهات المعنية من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. وموضوعنا هو اليوم محاربة العقول والكفاءات العراقية، وللأسف اللي وصفها البعض ما بين التهديد والضياع والإهمال اللي تعرضوا إلى طيلة السنوات الماضية. طبعا الموضوع إحنا ما نقول فقط ما بعد 2003، إذا رجعنا وشفنا في التاريخ العراقي راح نشوف انه من بدايه القرن العشرين كان هذا الموضوع موجود، والعديد من يعني خلينا نقول الكفاءات العلميه خرجوا خارج العراق الى بعض الدول الكبرى، واللي هناك يعني خلينا نقول لقوا فرصه مناسبه للعيش، ولقوا فرصه مناسبه حتى يتعلمون حتى يقدرون ينمون قدراتهم ومواهبهم.
انتسد تروح إلى أي دولة صناعية كبرى أو حتى بقية الدول، شوفهم يهتمون بهذا الجانب. ليش؟ يعني يقول لك أني ما رح أقدر أستمر في إنتاجي الدولي أو خلينا نقول في إنتاجي حتى المحلي إذا ما كان عندي أشخاص مختصين يشتغلوا لي في كل مكان. طيب إحنا إذا بقينا معتمدين على نفس هذول الأشخاص 20 سنة 30 سنة، ما هذول رح يتعبون. البعض من عندهم لا سمح الله راح يفقد حياته، يتوفى مثلا، وما راح يظلون طيلة الوقت هم وياك. فهنا لازم يكون لنا أيضا متابعة عملية ونظرية، شوف ايش قد عندنا من العراقيين هاجروا حسب بعض الإحصائيات القديمة، يعني مو جديدة، اللي تقول أنه بلغ عدد الكفاءات العراقية اللي خرجوا خارج العراق تقريبا 370 ألف خرجوا إلى بعض الدول الصناعية الكبرى، منها بريطانيا وأمريكا وأيضا الدول الأوروبية الأخرى. هاي في إحدى السنوات ما بعد عام 2003 طبعا، وهذه الإحصائية بدأت تزايد شوية شوية وصولا إلى 3 مليون عراقي خرج وهاجر من العراق إلى بقية الدول. طبعا هذه الأرقام هي أرقام ليست بالجديدة، خلينا نقول قبل سنة ولا سنتين، لكن إحنا دا نتكلم على موضوع أنه هذا الموضوع قديم. طيب أنت إذا قبل 10 سنوات أو قبل حتى يعني خلينا نقول 5 سنوات كان عندك أعداد المهاجرين خارج العراق من الكفاءات العلمية بلغت تقريبا 5%، 5% من هذه الأرقام اللي ذكرت. طيب إيش قد عندك الآن إذا نحسبها ما من بعد 2003، ما أريد نرجع قبل 2003، ما بعد الحرب اللي مرينا فيها والوضع الراهن المعروف حتى يعني تقريبا إلى 2020 فترة كورونا وإلى آخره، إيش قد وصل عدد يعني المهاجرين خارج العراق؟ ماكو إحصائية، روح دور وشوفوا، ماكو إحصائية ثابتة تقول لك إيش قد عدد المهاجرين ما بيناتهم الأكفاء الكفاءات العلمية والخريجين وأصحاب الشهادات اللي خرجوا خارج العراق. طيب تجي تشوف للأسباب، خير من الله أسباب، هذا اللي طلع على مود المعيشة، هذا اللي طلع على مود الأمان، هذا اللي طلع على مود أنه ما شاف فرصة مناسبة للعمل هنا، لو تحارب داخل المؤسسة أو داخل المستشفى أو حتى داخل المدرسة. لذلك أحبة المشاهدين، طيب عندنا اتصال أحبة المشاهدين أيضا. نعم اتصال من داخل السجن. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ يا أنا وسهلا، هلا أخوي العزيز. أستاذ رحمة لوالديك. تفضل أخوي. أريد أنك توصل صوت الأنور الحمداني. تفضل يوصل صوتك إن شاء الله، قول. إيه أنا كمشون بكربلة. نعم، من كربلاء. إيه. طيب. محكوم 5 سنين. شلون؟ محكوم 5 سنين. محكوم 5 سنين، تمام. إيه. لا بيها لا عليها لا مسوي شيء لا كاظين شيء عندي، مخلينا على 28. على 28؟ ايه. ايش وقت انحكمت؟ انا انحكمت 5. ادري بالتحديد شنو قصدك 28 اخوي العزيز حتى تكون تفاصيل واضحه. انحكمت على 28 مسويني تاجر. تاجر مخدرات؟ ايه وسالة من طبت الحجز وهاي جابوني للاصلاحي ماشي بالتاجر. زين انا اشوف التاجر برا. نعم ايه التاجر المخدرات برا. يعني قصدك انه يعني جو عليك بتوم، انت ما مسوي هذه التومه لكن خلينا نقول بوساطه المخبر السري. نعم انا ما مسوي، وانا اصلا ما اعرف المخدرات شيني، عرفت المخدرات جوا. زين ليش اطوك هذه التومه لعد؟ ها ليش رفقوا عليك هذه التومه؟ رفقوا علي هاي التومه لين جيت عرفت وياهم. تعاركت ويا من؟ ايه تعاركت ويا المخدرات، قالوا لو تشتغل وياني. نعم نعم نعم، قصدك اللي تاجرون بالمخدرات شاجرت وياهم ومن بعدها سببوا لك بهذه بهاي يعني التهمه. المخدرات الضباط. نعم الضباط المخدرات، انا العب طوبه. زين قالوا لي تعال تعرف العالم اشتغلوا ويانا وساعدنا وهاي ارض مقدسه وكربلاء ماشيين، قلت له لا اشتغل وياك ولا حتروح بهاي الامور. نعم موش تمام. انت هسه الان محبوس؟ اي والله. زين شلون قدرت تتصل اخوي العزيز؟ شفتك على قناه الفلوجه. تمام تمام، حاطين ارقام وادق عليك من البارحه لحد هسه. زين تقدر تقول لي وين بالسجن بالتحديد؟ اي سجن؟ ها تقدر تقول لي اي سجن بالتحديد لو صعب عليك؟ انا بمغرب.
ما ابو غريب. تمام. ايش وقت انحكمت بالتحديد؟ اي سنه يعني اخذوك؟ انا انحكمت قال لي 6 شهور. صار لك 6 شهور من حكمت. ايه. طيب تمام. يوصل صوتك ان شاء الله اخوي العزيز. ان شاء الله، شكرا جزيلا على مشاركتك. يعني احبتي المشاهدين، ايضا الاخ ذكر هذه القصه وقال انه انا حكموني 5 سنوات بتهمه تاجر مخدرات، وانا اصلا ما لي علاقه بالمخدرات، لكن بسبب تشاجري مع ضباط المخدرات اللي طلبوا من عندي اني اعمل معاهم ورفضت العمل، ومن بعدها صارت هذه التهمة عليه، والآن يطالب الجهات المعنية بأنه على الأقل يتم مراجعة ملفه والقضية، مو رأسا تحكمه تاجر مخدرات. عندنا اتصال آخر، أم باقي من الموصل. أي أستاذ؟ أم عبد الباري، عفوا. نعم تفضل أختي أم عبد الباري. أي أنا زوجي معتقل الحمد لله، صار له 7 سنين. نعم. أي بتهمة شنو معتقل؟ معتقل تهمة 4 إرهاب. تهمة 4 إرهاب. نعم. وتهمة 4 إرهاب وحكم 15 سنة، وهسه يعني صار له 7 سنين، والله العظيم مظلوم، وأنا أشد خميس الخنجر لعله يلتقي بينا. نعم. يعني نريد بس نحكي معاه أي كلام. أختي بالتحديد منو اللي اعتقله؟ والله قبل التحرير عن مواصل، قبل ما يجي الجيش احنا نهزمنا عليهم واعتقلوه، يعني من قرية العذبة أو هاي العربيدة على الشارع، ما أعرف يعني من خلاص. موصل قصدك؟ ايه بالموصل. ايه طيب، هسه محكوم هو بملعب الشعب بالحله، هسه موجود صار له 7 سنين اليوم، 15 سنة انحكم لا منها ولا عليها. زين خليتوه له محامي لو ما قدرتوا؟ ما قدرت والله، عندي مريض وقاعد ايجار وكل شيء ما عندي الحمد لله. الله يعينك اختي العزيزه. تمام ان شاء الله يوصل صوتك للجهات المعنيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني احبتي المشاهدين، هذه القصص ما زالت مستمره بخصوص العفو العام، وبخصوص مثل ما ذكرنا في الحلقات الماضية أنه أكو الكثير من الأبرياء اللي انحبسوا بتهم هم ما لهم علاقة بيها. يعني أنا اليوم فقط حتى أترس السجون أجيب عامي شامي، هاي ترى ما صايرة بأي بلد، ما صايرة. وإحنا دا نتكلم الآن قبل قليل أنه إحنا شلون نحمي الكفاءات العلمية، اليوم إحنا مو بس الكفاءات، حتى المواطن العراقي يحتاج لحماية والله العظيم. يعني شلون يعني نطالب أيضا بتشريع قانون حماية المواطن العراقي؟ هل ممكن انه احنا في العراق نطالب بهذا القانون؟ زين احنا في بلدنا، اذا احنا في بلدنا ما مرتاحين ما نقدر نعيش. وهذا دا اشوف اليوم الناس لو تجي تهمه راسا اخذوه من بيته بتهمه كذا 4 إرهاب او بتهمه المخدرات وخليه بالسجن 15 سنه 7 سنوات 10 سنوات هي بعد الاحكام ينفذوها عليهم. طيب ليش احنا هذه التعاملات اللي نتعاملها مع المواطن العراقي اليوم؟ والله ما ادري. عندنا اتصال آخر، أحمد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ سلطان، اليوم موضوعكم موضوع استهداف الكفاءات بالعراق. نعم. يعني تعرف أنت، إحنا ما ظل عندنا لا مهندس، لا يعني كفاءة على مستوى العقول التجارية، على مستوى الطبي، على مستوى العلمي، كلها هاي تم استهدافها وصاروا يعني إحنا كان عندنا اللي رقم واحد كلها راحت صارت بالخارج. فاستفادت من عندنا دول الخارج، وهاي الكفاءات اللي عندنا كلها غادرت بسبب بسيط، هو الشيء اللي هو الامن. يعني ماكو ارضيه خصبه لهم بالعراق، يعني غير اكود الحكومه توفر، يعني مثلا يكون الامن عندنا بقبضه حديديه حتى انه ما حد يجي يستهدف الاطباء والعلماء، حتى هاي العقول النيره المفيده اللي تنهض بالبلد، غير المفروض يتم يوفروا لهم بيئة آمنة حتى يقدرون يعيشون ويعيشون. يا أخي تاجر بسيط يستهدفوه يبقون ابنه ويساوموه. نعم. يعني فهمني شو من راح اللي راح يبقى بالبلد؟ وإحنا هذا كلامنا أخوي العزيز، إحنا أيضا يعني نطالب به بحمايتهم. إيه راح نصير بيئة طاردة للكفاءات، إحنا الوضع إذا استمر الوضع هيك راح يكون إحنا بيئة طاردة للكفاءات. طيب وعلى طيب. مستوى على مستوى مساندة مشاريع بسيطة، انا ما راح احكي لك على تجربة، انا صاحب تجربة انه سابقة احنا بلشنا بشركة بسيطة تم استهدافنا بسبب انه ضوابط ورسوم ويعاملون حالنا حال الشركات الأجنبية، سوونا 50% خلوا الشركات الأجنبية. من اللي استهدفكم بالتحديد؟ استهدفتنا هيئة معينة بمجال ما اردت اذكر الاختصاص طيب الأجنبي. طيب.
اي تم استهدافنا بسبب انه يعني لان اكو شركات الاجنبيه خلوا الرسوم عليهم بحدود تقريبا 10,000 دولار. طيب. واحنا خلوا علينا العراقيين خلوا علينا 5,000. يا اخي هو اذا انا قوه احصل رواتب زملائي ومو موظفين والله اصدقائي يعني احنا مشروع صغير. نعم. غير هاي يتم دعمها هاي المشاريع الصغيره. طيب. ماكو يحاسبونا واجراءات مجحفه اضطرينا انه نعزل ونقعد ونروح نشوف لنا شركه نشتغل بها على مستوى القطاع الخاص وحتى القطاع الخاص حتى هذا قانون الحمايه اللي سووه لنا اياه قانون الحمايه مال القطاع الخاص. نعم. طيب. طيب. مو صحيح يعني الشركات والمؤسسات قصدك الضمان الاجتماعي عنوان خارجي ما ناخذ حقوقنا. طيب وضحت الصوره اخوي العزيز شكرا جزيلا على مشاركتك. يعني أحبة المشاهدين عندنا نتكلم في هذا الموضوع ونقول أنه اليوم لازم علينا أكو هناك إجراءات قانونية لحماية الكفاءة العلمية والمواطنين العراقيين بالأخص، لأنه إحنا اليوم موضوعنا على محاربة العقول الإبداعية والكفاءات العلمية والطاقات الشبابية وحتى الخريجين والشهادات. خلوه يشتغلوا براحته، انطوه مجال وانطوه فرصة حتى يقدر يبدع حتى يقدر ينتج لكم. لا تحاربوا ولا تهددوا ولا تبتزوا، خلي شوية يكون عندنا إرادة حقيقية للعمل على النهوض بواقع العراق. ما نظل إحنا ننتظر وما نظل إحنا والله مرتاحين على هذه الحالة، لا، ليش إحنا دائما نرجع إلى اللي وراء ودائما نقول إنه هذا موضوع أكبر من يعني أكبر من حجمه، وصل إلى مرحلة إنه اليوم أكو هواية من الجهات مرتاحة على هذه من هاي الوضعية، ولهذا لازم إحنا نحل من هذه المواضيع. يكفي عادي المواطن العراقي ما يرتاح في بلده، مشاكل خدمية تروح عليه، ما عنده فرصة يقدر يشتغل، إنه إذا قدر حصل على عمل خاص يجون أشخاص آخرين يحاربوه. طيب عندنا بعض التفاصيل في فقرة الانفوجرافيك حبة المشاهدين اللي نتعرف من خلالها على أبرز الأسباب وحتى يعني على كيفية أنه الوصول إلى حلول حقيقية بخصوص الكفاءات العلمية. طبعا العوامل الرئيسية التي تدفع أصحاب الكفاءات إلى الهجرة أولا العامل السياسي، ويكمن في غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة القمعية أو حتى الأحزاب السياسية والطائفية التي لا تراعي حقوق الإنسان وتعطي الأهمية للانتماءات والولاءات الحزبية وليس لقدرات وكفاءات الفرد. هذه على صفحة. عندنا الآخر العامل النفسي بما يتضمنه من حالة الإحباط نتيجة التهميش واليأس من توفر الفرص لتحقيق الذات لدى أصحاب الكفاءات نتيجة المحسوبية والمنسوبية والواسطة وغياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد. أما العامل الآخر واللي هو العامل الاقتصادي ويشمل الرواتب والمحفزات المادية لأصحاب الكفاءات والتي لا تحقق ضمان المعيشة والاستقرار بالمقارنة بالدول التي تقدم المحفزات المادية المغرية وتضمن لهم العيش بأمان. وإحنا هنا نقول على هذه النقطة المهمة، ليش حتى يهاجرون؟ لأنه أكو في الدول الخارج دي يشوفون فرص مناسبة ورواتب محفزة واهتمام بالموظف بين قوسين اهتمام بالإنسان. هاي النقطة الأهم. اليوم كل إنسان إذا حس أنه أكو حقوق تضمنه وتضمن إلى حياة آمنة وسعيدة ليش ما يروح ويهاجر؟ إحنا ما نشجع على الهجرة، بالعكس إحنا نقول لازم إحنا نبقي الكفاءات العلمية في العراق، لكن إحنا شو نقول؟ نقول علينا أنه نجد لهم الفرص المناسبة، المكان المناسب، بل حتى الأجواء المناسبة. ما أجيب أشخاص عندهم حقد وضغينة تجاه الآخرين ويتسببون بأنه بعض الناس ما تتحمل الشغل فيترك العمل ويروح إلى قطاع آخر أو حتى يهاجر. ولهذا إحنا لازم نختار قبل كل شيء الشخص المناسب، والشخص المناسب مو إحنا نحدد مواصفاته، أكو جهات معنية تعرف شنو مواصفات الشخص المناسب، وأهم شيء أنه يكون عنده في داخله مصلحة البلد فوق مصلحته الشخصية. لا يظل دائما يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة البلد، وهذه المشكلة اللي احنا لحد الآن نعاني من عدها. عندنا بعض الأشخاص اللي عندهم سيطرة ونفوذ دي يقدمون أعمالهم لكن لأجل مصالحهم الشخصية، ولهذا أي شخص يظهر أمامهم يزيحوه يوخروه ما يديرون بال في سبيل أنه عملي حتى يبقى. طيب احنا إلى متى راح يبقى الحال بهذا الشكل؟ خلينا ناخذ آراءكم أيضا أحبة المشاهدين في فقرة الاستبيان. سألناكم قبل الحلقة ليش نحارب العقول والكفاءة العلمية بدل استغلالها، وحتى يعني خلينا نقول نعرف شلون نوفر لهم فرص المناسبة. تعالوا نشوف أبرز التعليقات اللي جاءت في هذا الموضوع. أحد المعلقين: ليصبح الحال على ما هو عليه الآن سرقات وفساد وتخلف وجرائم،
قصده أنه نحاربهم حتى يحصل الحال على ما هو عليه. طبعا لكل شخص وجهة نظر. هنالك تعليق آخر من قبل رياض: الغرب يساعدون الفاشلين على النجاح، أما نحن نحارب الناجح على الفشل. وصف معبر أمانة المشاهدين الكرام. تعليق الآخر: الهدف هو هدم وليس بناء. طبعا البعض الكثير من المعلقين اعتبروا يعني لهم وجهات نظر مختلفة، لكن احنا دا نقول انه اليوم العديد من الناس عندهم هذه الافكار. يقول لك اكو وللأسف يعني اكو غايات داخلية وخارجية لمحاربة المجتمع العراقي بكافة اشكال، بكافة الاشكال محاربته على صعيد الرياضي، الثقافي، السياسي، الامني والاقتصادي وكافة الجوانب الاخرى، حتى يبقى المجتمع بهذا الشكل. ولهذا احنا نقول محتاجين الى ضخ دماء جديدة، ضخ دماء جديدة محتاجين. احبة المشاهدين، نحتاجين ناس وطنيين يشتغلون لمصلحة البلد مو لمصلحتهم الشخصية. شلون من وين ترجعوهم من الخارج تهتمون فيهم بالداخل ما نعرف. المهم احنا نريد الحال يتغير، لانه هذا هو استوديو الناس. احنا مهتمين بواقع الناس، ومهمتنا هو إوصال واقع الناس بكافة الأشكال وبكافة الجوانب. عندك مشاكل أيضا حتى اليوم في السجون، المناشدات اللي وصلت نتمنى توصل إلى الجهات المعنية حتى نعرف يا ترى إلى متى راح يتم تغيير الواقع. لذلك أحبة المشاهدين، احنا دائما نذكر قضية جدا مهمة، وهذه طبعا متعلقة طيلة الحلقات الماضية ذكرناها، أنه احنا نطالب الجهات المعنية متابعة القضايا والمناشدات والرسائل اللي تجي في برنامج استوديو الناس، حتى نقدر من خلالها نوصل أصواتهم إلى الجهات المعنية. ونتمنى أيضا حلول حقيقية، ما نظل ننتظر إيش وقت راح يتم تحسين الواقع. ولهذا احنا حتى نخلص من كل هذه يعني الأوضاع ومن كل هذه الأفكار السلبية، خلاصة الموضوع وخاصة في هذا الموضوع، لابد من القول بأن مساهمة الكفاءات في إعادة بناء العراق مرهونة بما تقدمها الدولة من الاهتمام والدعم للكفاءات الموجودة داخل العراق. فمن العبث الحديث عن عودة كفاءات المهجر فيما تعيش كفاءات الداخل حالة الإحباط والاغتراب، مما يضطر الكثير منهم إلى التفكير في ترك الوطن هربا من تلك الأوضاع، حيث البيئة غير الآمنة وتسلط عناصر غير كفوءة على المراكز المهمة والتي لا تروق لها وجود الكفاءات الحقيقية. والسؤال هو أحبة المشاهدين اللي نسأل دائما إلى الجهات المعنية: هل سنستطيع تشريع قانون يحمي الكفاءات العلمية في العراق؟ والله ما أدري. أشوفكم في حلقة أخرى أحبة المشاهدين، مع السلامة.